المشروع الاستخباراتي MK Ultra. في عام 1949 وتحديدا في 30 من أغسطس، فوجئ العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بخبر أن روسيا قد تمكنت من تصنيع وامتلاك قنبلة ذرية. رغم الصدمة، كان السؤال الأهم حينها هو كيف تمكنوا من الحصول على سر صناعة تلك القنبلة التي لا يمتلك علم تصنيعها أحد غير الولايات المتحدة الأمريكية. وسرعان ما تم الكشف عن إجابة هذا السؤال، فقد تمكن الروس من الحصول على نسخة من مخططات ورسومات أو ما يسمى البلوبرينت الخاص بطريقة تصنيع القنبلة عن طريق جاسوسة روسية قامت بالمهمة. ومن بعد هذا الخبر دخل العالم إلى فترة حرب باردة ما بين أنظمة المخابرات، وكانت أسلحة تلك الحرب هم الجواسيس. أحد أشهر القصص عن الحرب الدائرة بين الجواسيس حول العالم في تلك الفترة حصلت لكاتب بلغاري معروف يدعى جورجي ماركوف، والذي انشق عن بلاده وتركها وانتقل للعيش في لندن. تم اغتيال هذا الكاتب بطريقة غريبة ولكنها مثيرة للاهتمام من حيث الفكرة وأسلوب التنفيذ، حيث أنه كان في أحد الأيام مستقلا لإحدى حافلات لندن وإذا بشخص يصطدم به أثناء جلوسه في الحافلة. كان الرجل الذي اصطدم به يحمل مظلة مطر، واصطدمت هذه المظلة تحديدا بقدم الكاتب جورجي ماركوف. اعتذر الرجل لماركوف وذهب إلى حال سبيله. بعد عودته لبيته شعر جورجي بالإعياء الشديد وتم نقله لأحد المستشفيات ومات بعد 4 أيام. قبل وفاته تم سؤاله إذا كان قد تعرض لشيء غريب في الآونة الأخيرة، وأجاب أن آخر ما حدث له هو حادث اصطدام الرجل به بمظلته. اكتشفوا بعد ذلك أن من قام بهذا هو جاسوس روسي كان بطرف مظلته طلقة صغيرة جدا تحتوي على سم خاص تم إطلاقها في قدم جورجي، فأدخلت السم إلى جسده بشكل خفي، وكان نوعا من السم الذي يعمل على عدة أيام ولا يقتل لحظيا. من هذا المنطلق وبسبب تصاعد خطورة الجواسيس في تلك الفترة، فكر نظام CIA الأمريكي أنه لا بد من إيجاد طريقة تمكنهم من السيطرة أو التحكم في عقول الناس حتى يقوموا بتنفيذ التكليفات التي تصدر لهم عن طريق النظام، وأنه عندما يتم التوصل إلى تلك الطريقة يستخدموها على جواسيس النظم المعادية لهم حتى يفصحوا لهم عن المعلومات التي لديهم أو إرغامهم على القيام بأعمال تخص مصالح أمريكا. تم طرح تلك الفكرة من قبل المدير التنفيذي للCIA الأمريكي ألين دالاس، والذي أتت إليه الفكرة بعد حصوله على معلومات عن أن السجناء الأمريكيين تعرضوا لعمليات غسيل للدماغ داخل السجون في فترة الحرب بين الكوريتين. وحينها قام ألين دالاس بإعطاء الأوامر بالبحث عن أي طريقة تمكنهم من السيطرة على عقول الناس، سواء باستخدام مواد كيميائية أو طريقة من طرق التنويم المغناطيسي أو حتى الجلسات الكهربائية. في تلك الفترة انتشر مركب كيميائي جديد اكتشفه العلماء يسمى LSD، والذي كان أثره على الإنسان يتمثل في إحداث تهيؤات بصرية واضطرابات في الإدراك والشعور. وفي عام 1940 انتشرت معلومات بأن روسيا تشتري كميات كبيرة من مادة LSD
وبالتالي اتجهت أمريكا إلى تصديق أن هذه المادة يتم استخدامها في السيطرة على عقول الناس لاستخدامهم ضد أعدائهم في تحقيق رغباتهم، وأنهم يجب أن يصلوا إلى هذا العلم قبل روسيا. أطلقت CIA على هذا المشروع اسمه MK-ULTRA، وهنا أصبح الهدف الرئيسي للMK-ULTRA أن يحول الناس عن طريق سلب إرادتهم إلى جواسيس أو أدوات لتنفيذ مخططاتهم. وقد تم إطلاق المشروع بالفعل، وبدأت مرحلة الدراسات والتجارب. وفي إحدى التجارب حاولوا أن يغسلوا دماغ سيدة ليجعلوها تقتل سيدة أخرى معها في نفس الغرفة. وفي تجربة أخرى قاموا بزراعة جهاز صغير الحجم في دماغ أحد الأشخاص. هذا الجهاز يتم التحكم فيه عن طريق المحادثة الهاتفية مع الشخص الذي تم زراعة الجهاز به، حيث يتم إيهامه بأن ما يدور داخل دماغه هو أشياء يفكر فيها فيقوم بتنفيذها. وكان من ضمن من تمت عليهم التجارب بعض السجناء، ليس فقط السجناء العاديين بل والمشاهير منهم أيضا. كان أحدهم اسمه جيمس وايتي بولجر، والذي ذكر أنه عاش فترة سيئة للغاية أثناء هذا المشروع، حيث قال: لقد كنت أرى تهيؤات كثيرة، كان أرى دماء تخرج من الجدران المحيطة بي، وتهيؤات أخرى بأن زملائي يتحولون إلى هياكل عظمية أمام عيني، وآخرها أنه رأى كاميرا مراقبة تتحول إلى رأس كلب. واختتم حديثه بأن قال: أشعر أنني سأصاب بالجنون. وبعد فترة من الزمن صرح جيمس بولجر أن هذه التجارب سببت له بعض الإصابات الدماغية التي لا يمكن علاجها، وأن هذا ليس ما قام بالتوقيع عليه عند الاشتراك في هذا المشروع. وفي أحد الأيام صرح أحد عناصر CIA بوجود عدد من الشركات والمؤسسات كانت تتعاون مع CIA في مشروع MK-ULTRA، من دون علم هذه الشركات بأنها كانت تساعدهم في مشروعهم السري. وبالطبع تم التحفظ على أسماء هذه الشركات وأي شخص كان يعمل على المشروع، وهذا للحفاظ على سرية الأمر وسلامة هؤلاء الشركات والأشخاص، بالإضافة إلى أنهم كانوا يجرون تجاربهم على مرضى الأمراض العقلية الذين كانوا لا يدركون ما يحدث لهم. كان هنالك 149 مشروعا فرعي للمشروع الأم MK-ULTRA، وفي 6 منهم كانت تتم التجارب على أشخاص غير راضين عما يتم إجراءه عليهم. الطبيب النفسي دونالد كاميرون عمل مع CIA في المشروع منذ عام 1957 وحتى 1964، وكان ذلك في كندا. وكان الأشخاص الذين يقوموا بتجاربه عليهم من إحدى المؤسسات النفسية في كندا اسمها ألان موميريال إنستيتيوت، وكان يستخدم طريقة اسمها سايكيك درايفينج. الهدف من هذه الطريقة هو محو شخصية الإنسان وإعادة برمجته من جديد، وكانت تلك الطريقة تتضمن استخدام جرعات من مادة الـ LSD والتعريض لجلسات الكهرباء. وصل بتجاربه إلى نجاحه في مسح ذاكرة الناس لدرجة أن البعض منهم أصبحت ذاكرتهم كذاكرة الطفل، أي أنه عاد وكأنه طفل صغير، حتى أن البعض منهم كانوا يحتاجون
لإعادة تدريب أجسامهم على الحركة مثل الأطفال الذين لا يعلمون كيف يحركون أجسامهم. في عام 1980 قام أحد البرامج التلفزيونية الكندية المسمى The Fifth Estate باستضافة بعض الأشخاص الذين طبق تجاربه عليهم وسؤالهم عن حالتهم حاليا. ذكر البعض منهم معاناته من حدوث تغير في شخصياتهم، وبعضهم أصبح لديه مشكلة في القدرة على التركيز، والبعض الآخر كان لديه مشاكل نفسية متعددة. أحد المرضى سقط من سطح المستشفى بعد أن تعرض لتجارب الدكتور دونالد كاميرون، وبالطبع لقى حتفه. لكن هذا المريض لم يكن الضحية الوحيدة لهذا المشروع، بل كان هنالك ضحيتين آخرين في أمريكا. الضحية الأولى هو هاريل براول، لاعب التنس الشهير، والذي كان قد أدخل نفسه مستشفى للأمراض النفسية لأنه كان يعاني من الاكتئاب بسبب انفصاله عن زوجته. وفي أثناء فترة مكوثه في المستشفى قام أحد الأطباء بإعطائه على سبيل التجربة جرعات من مادة MDA، والتي كانت أحد العقاقير الكيميائية المستخدمة في المشروع الاستخباراتي، ولم يكن يعرف حتى أنه يأخذها من الأساس. وبعد إحدى الجرعات دخل في غيبوبة وفارق الحياة، وكان هذا في عام 1953. الرجل الآخر كان عالم بكتيريا يعمل مع CIA ويدعى فرانك أولسن، والذي كان يعمل على الأسلحة البيولوجية. في يوم 28 من نوفمبر عام 1953 وتحديدا في الساعة 2:25 صباحا، قفز فرانك من غرفته في الفندق بالطابق العاشر، وتم التحقيق في الأمر والادعاء بأنها حالة انتحار. لكن الأمر لم يكن منطقي أو مقنع بالمرة، حيث أنه لما قد يقوم أحد بغسيل جواربه وتعليقها حتى تجف قبل أن ينتحر مباشرة، كما أنهم وجدوا على جسده علامات تبدو وكأنها آثار ضرب، وقيل إنه غالبا كان ميتا قبل أن يرمى من النافذة أصلا. كان مدير مشروع الامكي ألترا في هذه الفترة هو سيدني جوتليب. انتشرت ضده شائعات تقول أنه كان يحقن فرانك بالLSD دون أن يدري، ويعامله على أنه تجربته الخاصة. وبعد عام قام سيدني جوتليب ببدء مشروع جديد يعرف بالأوبريشن ميدنايت كلايميكس، والذي كان يتم فيه استخدام فتيات الليل لجذب عملاء الاستخبارات الأخرى وغيرهم إلى الفنادق، وإعطائهم جرعات من مادة الLSD وغيرها من المواد، ثم يقوموا بممارسة الرذيلة معهم ويستدرجونهم للحصول على معلومات سرية منهم. كان كل هذا يتم أمام رجال CIA من خلال زجاج لا يعكس الرؤية من الجانب الآخر. وكان العميل المسؤول عن هذه العملية هو جورج وايت، والذي كان يحب تصوير هؤلاء الرجال في أوضاعهم المخلة تلك حتى يقوموا بتهديدهم في أي وقت يشاء. بدأت تلك المرحلة في نيويورك، وبعدها انتقلوا أيضا إلى سان فرانسيسكو، ولكن في سان فرانسيسكو بدأت الأخطاء تحدث من قبل عملاء الوكالة الأمريكية، مثل إنهم بدأوا في الذهاب إلى البارات وإعطاء جرعات من مواد كيميائية إلى أناس عاديين
أثناء تواجدهم داخل تلك البارات، ومن ثم يراقبونهم ليروا ماذا سوف يفعلون بعد تعرضهم لأثر هذه المواد. وبعد فترة وصلت المعلومات المتعلقة بتعريض العامة إلى تلك المواد من قبل عملاء المشروع إلى CIA، وتم إيقاف هذه العملية. بداية كشف المشروع السري. في عام 1974 قام أحد الصحفيين في جريدة نيويورك تايمز اسمه سيمور هيرش بتسليط الضوء على موضوع استخدام بعض المواد الكيميائية وفتيات الليل للحصول على معلومات من الأشخاص الذين يتم استخدام المواد الكيميائية عليهم. وبالطبع لم تسكت الحكومة عما تم كشفه، بل قام نائب الرئيس نيلسون روكفيلر باتخاذ قرار بالبحث في الأمر، ولكن الأمر أخذ يتسع يوما بعد يوم، حتى أنهم عادوا للبحث في قضية اغتيال الرئيس جون كينيدي. وفي نهاية المطاف أعلن رئيس CIA أنه لا فائدة من هذا المشروع برمته، لأنه لم يتم التوصل إلى أي طريقة تمكنهم من السيطرة على عقول الناس كما كانوا يأملون، وأن الشيء الوحيد الذي نجحوا فيه هو زراعة شريحة في رأس كلب والتحكم فيه عن طريق جهاز تحكم عن بعد وتحريكه في شكل مربع، وأنهم حتى لم يستطيعوا فعل شيء آخر بتلك الشريحة. وبعد إلغاء المشروع وتدمير كل ما يتعلق به، فإن الشيء الوحيد الذي نجا من هذه الأوراق المتعلقة بالمشروع هو المشروع الفرعي 54، والذي كانوا فيه يحاولون مسح ذاكرة الشخص عن طريق ضربه على رأسه وتعريضه لموجات صوتية عالية. ترى هل فعلا توصلوا إلى شيء يمكنهم من التحكم في عقول الناس ثم أخفوه؟ هذا ما لا يعرفه أحد، لأنه قد تم التخلص من كل الأدلة والأوراق المتعلقة بهذه التجربة.